السلام عليكم اخواني اخواتي، نوبي معكم هنا من فانكوفر بريفر ديستريكت فانكوفر بي سي كندا. في يوم جميل جدا، يوم مشمس ما شاء الله. احنا على الواد هنا فريزر ريفر، اشوف فيه ناس ما شاء الله. نديهم لكم دورة شرفية، شوفوا المنطقة هذه، منطقة السكان هناك. شوف هنا شوية الطيور، البط الكندي، اوكي كندا جيس، مختلف انواع البط. اشوف الكبير الصغير. احنا هنا في هذه وسيلة النقل ما شاء الله، سكوتر. هاك شوف البط يا اخي، يزقزقون. ها الناس هنا يتمتعوا شوية، الناس تجي تتمتع ويشوفوا المناظر الجميلة. وهنا الله، هنا ريتشمنت بعد هذا النهر في الضفة الأخرى، ريتشمنت بي سي كندا. هناك جسر نايت بريدج بين فانكوفر اند ريتشمنت. نايت بريدج، الجسر نايت، هذا اسمه جسر الفارس، جسر فارس هذا. شوف يا اخي، يعقب من هنا ويروح حتى نريتشمنت ما شاء الله ما شاء الله. والناس هاي تتمتع، هاك شوفوا يا ناس، نايس فيو ما شاء الله. ونوريكم شوية، شوفوا الغراب يا اخي، الغراب ها في الشجر. وبعد الغراب شوفوا الأخ النوري المصور الشهير، عاوز يضحك ويتبسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. ونخليكم مع هذا المنظر الجميل. المنظر الجميل تاع البطة والغراب. هاي البطة الكندية هاي جاية تأكل. هاي البطة الكندية جاية تأكل، والغراب ها هناك. الغراب والبطة جاية تأكل، بس كده غير حشمان أبوك. هاي جيعانة والأكل هناك، هنوريك الأكل هنا بس. هاو الأكل، الأكل هناك، وكان العصافير الصغار هذوك. العصافير هم يأكلوا، ما يخافوش، هم يطيروا. هاي جاي البطة، البطة الكندية، واحدة تمشي بالتغني والباك يغني. هاك شوفوا فيها تيك تاك، هاي جاي تأكل. ما تاكلها او جات، هذه اول بطه جات او جاي اصحاباتها. هاك شوفوا في بطات اخرى جاوا، البطه الصغيره بطه صغيره عم جاوا ياكلوا. تاكل نمشي ولا بشويه، شوفوا نمشي بيهم. نقدموا عنهم، نقدمونهم بالتي هي احسن، خطوة، ما يخافوش.
Yeah, like this, they don't get scared, you know what? Slowly but surely. شوف البطة سيدي قاعد تاكل والبطة أمها قاعد تعس عليها. شتي واحدة تاكل وواحدة تعس عليها، هذيك تقولها يتكلم معها، ها نقدمها. هاي تشوف يا صاحبي، هاي تشوف فيها. هاي قلت لها هابي، شو قلت لها؟ تشيك تشك، شوف شوف شوف، أنا نقبلها أبي الطهر مسكين. هرجع العصفور الصغير، أوه كاين فار يا صاحبي، شفتوه الفار؟ ولا جا الفار أو خليته أو في حرب. ها تخلي غير بنتها، هي وبنتها، تخلي غير بنتها تاكل. او جاء الاخر ياكل ما خلتوش. يا لطيف، هاو الجوش، شو الجوش؟ ام جاو الغاشية، جو الغش يا صاحبي. ملوك يجيو اكل اكل اكل، احنا القمح شفت يا اخي، كل انسان يجي يطلب الرزق تاعو يا اخي. ناس تجي، واحد جاي من الجزائر، واحد من المغرب، واحد من الفلبين، جاو لكندا، قطعوا عشرات الالاف الكيلومترات. سبحان الله، جاوا هنا بياكلوا مليح وشربوا مليح، جاوا إلى كندا بلاد الجن، الجن والملائكة. بس هما كي جاوا هنا ملقوا الجن ملقوا الملائكة، الله يرحمني، ولا جن ولا ملائكة. إيه هاد ربك، الرزق في كل مكان يا ناس، الرزق في كل مكان، الرزق في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، في موريتانيا، نسيناها، موريتانيا ما شاء الله كاين الرزق، في مصر، في سوريا، سوريا عندهم حرب، الرزق في كل مكان يا أخي. المهم نزيد ندورك، شوفوا هذا سي خونا يعس عليا، شوف معايا فهمت علاش كيفك تاع الماكلة. وفيه هذا هذا سي خونا البطة، البطة الكندية، تعالي هاي هاي ذيك تجي، تعالي يا عصفورة. وهناك كاين بط أخرى، أنواع تاع بط كثيرة كاين، هاك شوفيها. وكان واحد الطير صنعه الانسان، ها هو هذاك الطير من صنع الانسان، يطير يا اخي. ها شفت طير، طائره، ايه طائره، طير والله، سبحان الله بالعربيه، طائره طير، طائره. وهو اخونا يتبع فيا ما فهمش علاش. ها واش بيك، ها يو وانا كام ويز مي كندا جيس. واو هنا هي وبنتها مازال هنا تستنى مسكين. انا دوك نرجع لورا، دوك تجيب تاكل. شوف انا رجعت لورا، راجع لورا، ما تبدا تاكل هي، تبدا تقدم. وما عندي سيفتي ديستانس، مسافة المسافة الأمنية. دوك يرجع ياكلوا، دوك شوفهم بعينك. انا هربت، انا رجعت لورا، دوك تبدا ترجع تاكلها. هاي بدات ترجع بشوي، نرجع لو نشوف هنا يا اخي. هاي هنا شفتوها ما شاء الله، شفتي ما خلتهاش تاكل، قلت لها تخلي غير بنتها تاكل. شوف شوف هذا راجل يا اخوي.